الاستماعات الخبر الصحيح والكلمة حرة. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق فينا في الاستماع. هذه ميدي ميد. بعد شوية ضيوفنا تكون السيدة سلوى الخياري ولية نابل والنائب عن كتلة حركة النهضة عن جهة نابل معز بالحاجر حومة. ضربة البداية كالعادة تكون مع سفيان بن فرحات، ناجي جلول، إياد الدهماني وخيبة الدولة توتسويت شوفيان. شوفيان شوفيان ناجي جلول وإياد الدهماني وخيبة الدولة. كيف سيدي كجوادو، كيف سي ناجي جلول، كيف سي إياد الدهماني. الأول هو رئيس المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية، قد مؤخر وقال في إذاعة: يا رئيس الحكومة سي يوسف الشاهد، قلت باش تقفل تونس نقول لك يزيك متفركية هكا. وقالك أستاذ جامعي هكا يحكي. ومن جهة أخرى أعلن البارح إياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة وفي برنامج إذاعي اللي ناجي جلول هو بطل تونس الشعبوية، وزاد قال هو آخر من يعطي دروس الشعبوية والتونس الكل يعرفوه. توا هذا مزوز كوادر عليا في الدولة التونسية، وما همش كائنات ذكية أو شبه غبية، في زوز كواكب مختلفة. وزيد بزيادة الزويز كانوا في فترة ما في نفس الحزب وراسين في الشاشية، وهكا نفهموا المستوى الضحل اللي وصلته السياسة في بلادنا اليوم، واللي كلسوا جانب المسؤولين في الدولة اليوم. زاد الجماعة يفلقوا في بعضهم عيناني وعلى الملأ في إذاعات مختلفة، والناس الكل عارفة اللي الدولاب باش يزيد يحمى مع اقتراب الانتخابات وصعود الحمى السياسوية، ومن بعد يقولوا أشبيه منسوب العنف زاد في مجتمعنا. هما اللي ساقين في الكاب غارقين في الابتذال والسوقية. الخوة الخواتات الأعزاء، يظهر لي الوصفة سهلة مهلة، اللي ما عنده ما يقول بحكم منصبه يعاون الغاشي بالصمت، ومن جهته اللي لازم عليه يتحدث في الشأن العام يزمه يحلق قوانين علم البيان وفنون الاتصال. المسألة ماهيش علم اليدني وما يلزمهاش الطبيب الصقلي باش تتسقم على قاعدة. ونصيحتي بالخصوص الكل من ناجي جلول ويد الدهماني، بما أنكم الزوز في الهوى سواء، صورتكم باهتة وأدائكم ضحل وفقدتوا بريقكم اللي كنتوا تتميزوا به توا مديدة، الأفضل أنكم تعملوا بيلان مدقق لتأكل صورتكم وبهتان أدائكم، وسيب عليكم من نظرية وممارسة البوز. وكان جفالح راهم البارح، والتزموا في كل الحال بمنطق الدولة وهيبة الدولة، لأنكم تكلسوا في المرحلة الدقيقة خيبة الدولة في أجل معانيها. وين تحط نفسك تسيبها النفس نفسك وانت طبيبها. شوفيان شوفيان. شكرا سفيان بن فرحات. بعد قليل في خبر اليوم نتحدث عن ستيغ، اللي بداية من اليوم دخلوا أعوانها في اعتصام مفتوح في الفرع الجامعي لستيغ بتونس. يكون معنا عبر الهاتف الكاتب العام للفرع الجامعي للشركة التونسية للكهرباء والغاز بجهة تونس التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل رضا الترخاني. وعنا برشا ما نحكيه على ستيغ الفوكس ومجموعة من الفقرات القارة نتناولها تباعا. مسك الختام يكون كالعادة بالعين وأمارات، وفي انتظار أنه يلتحقوا بنا ضيوفنا معز بالحاج الحومة النائب عن كتلة حركة النهضة وسلوى الخياري والية نابل. نحب نرجع سفيان ربما على بعض التصريحات، كما التصريح نتاع حمادي الجبالي من العام السابق لحركة النهضة، وفي إطار الحديث على مسألة الجهاز السري اللي الحقيقة عندهم برشا ربما فات الحديث عليها. حمادي جبالي في حضوره في أحد وسائل الأعلام يتهم رئيس الجمهورية بالوقوف وراء تحريك ملف الجهاز السري، وقال على راديو ديوانة فام أنه عنده شكوك حول وقوف رئيس الجمهورية البيجي قاسم السبسي وراء طرح وتحريك ملف ما يعرف بالجهاز السري التابع لحركة النهضة، وذلك في إطار تصفية حساباته السياسية مع الحركة. على حد قوله أشار جبالي إلى أنه السبسي دفع هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي للعودة من جديد وطرح هذا الملف الذي بيد القضاء، معتبر أنه تم تسييس ملف الاغتيالات السياسية اللي ينطوي على عمق إيديولوجي بهدف غايات انتخابية بحتة وفق قوله. وأضاف حمادي جبالي بأن هناك أياد داخلية وخارجية غايتها الأساسية هي ضرب الثورة التونسية وتعطيل مسارها بحسب تعبيره. والله حمادي جبالي حب يرجع في المشهد السياسي، هو تنسيه معناه
اولا الاداء نتاعو كان كاتاستروفيك وقت الترويكا، ثانيا خرج من حركه النهضه الحاضنه نتاعو، ثالثا يحب يرجع اليوم يحب يترشح انتخابات رئاسيه بصفته كما يقول هو مستقل. الحمد الجبالي من المؤسسين الكبار لحركه النهضه، ولا على الاقل من الرعيل الاول اللي جاوا بعد المؤسسين مباشره. دونك اليوم حمادي جبالي حاب يرجع، اثار مساله عاود هو تراها، يمكن كما قلت المده الاخرى ما سمعناش بالجديد والمستجد. نتذكروا من 2 اكتوبر كان كل 15 يوم كونفرنس دو بريس، وكل مره معطى جديد وصل الى معطيات قضائيه وغيره، ثم صمت غريب وقع. ها هو عاود صارها باش يوريك. انا نقول حمادي جبالي راه اين اوكين شونس، ماهوش في النهضه ما عنده وين باش يوصل اكيد جدا، لانه هو كان امين عام حركه النهضه. و اما السؤال زعما ما يرجعش للنهضه؟ يمكن يرجع، لكن بعد الكلام اللي قالوا، شوف الراجل غنوشي قال له مره قدام الناس الكل في مشوره، قالوا النهضه عندها باب يدخل منها وباب يخرج منها، وراو اللي يخرج من النهضه الدقدق. دونك ممكن يرجع، لكن مش يرجع معاش كي قبل. تبدلت الامور والقيادات تبدلت وممارسه السلطه خلت ظهروا ناس جدد. حمادي جبالي يخدم في المرحله اللي كانت يعني بعد الحبس شد السريه وشبه السريه والرقم الجبري وحاجات كيما هكا، وخدم في الداخل وهو من جهه سوسه وعنده ظروف معينه، وحل خط وقتها الحوار مع الامريكان في بدايه السنوات 2000 وقت اللي بدات النهضه الطبع مع بن علي وغيره في اتفاقات وتفاهمات وغيره. حمادي جبالي ثم توا ايدي ديباسي ان بو، هما القيادات الكبيره نتاع الحزب الكل سون ديباسي، معناها ما عدا اللي مازالوا شادين ضد التيار. الامور تبدلت والطاقم تبدل، يمكن يرجع للنهضه، لكن مش يرجع للنهضه ما دخولك الحمام وخروجك منه مش كيف كيف. النهضه بينت وانا حزب عنده تماسك وعندهم مرشد اعلى اللي هو راشد غنوشي وعندهم ديسيبلين دو فير، هما جبهه شعبيه عندهم الجانب هذا، وهما زوج مش غريب لانهم زوج عقائديين، داير تلقى ستالينين في النهضه وتلقى خوانجيه في الجبهه، معناها العقليه لسنين ما تختلفش في التصرف الداخلي فيما بينهم. لكن يحب يرجع في الصوره، يحب يترشح. حمادي جبالي باش يسر له كما صار فتح مولو وقت يترشح وحده في قائمه وقت تتذكر عام 2011 وجاب 900 صوت ومرض معناها ومات في الكلينيك. دونك هو باش يصير نفس الشيء، هو اللي عاود اثار المساله. يبقى كذلك حول هذه المساله هناك تساؤلات، علاش المساله احيانا تولي في قلب الاحداث في قلب الاكتواليتي وثم اجراءات حتى قضيه اتخذت وفيما بعد تتنسى. يظهر لي كذلك حتى تونس ولينا كي لبنان، كل جمعه عندنا اكتواليتي وكل ثلاث ايام عندنا اكتواليتي ونطلعوا فيها نطلعوا ومن بعد تتنسى وجيب جديد وكيبدا ما عندناش اكتواليتي نوليو متخلقين. اما ان توكا حمادي جبالي يحب يذكر اللي هو موجود، وهو موجود وسترين ما عندوش حزب وما عندوش مرجعيه تو على الاقل ينتمي لها، وحركه النهضه اللي يخرج منها ما تعرف هذه الحركات الدينيه في بعضهم اللي عندهم عندك مرجعيه دينيه، عركتهم في بعضهم شديده. يعني تشوف انت في افغانستان قاوموا الروس بشكل رهيب، ومن بعد مسعود ضد حقاني ضد رباني ضد جماعه الكل، معناها داروا على بعضهم دوره خايبه ياسر. دونك حساب في بعضهم ديما شديد، هو الان يكاد يكون معزول لولا ما يطلعش هكا ويقول كلمه يحاول باش يظهر ويعاود سوغولونس ويعمل اجنده سيتينغ يخلق معناها حاجات لاهتمام الراي العام. منسي جبالي ماهوش في الصوره، وتعرف حتى لا ميموار دي بوفوار يقول الناس اللي شدوا السلطه كلهم يونس الحبيب بسيط اللي يخرج من السلطه يتنسى. وينو حسين العباسي هاي سيدي؟ اخذ جائزه نوبل وينو؟ لانه كان في السلطه، لانه اداء ضابط الاتحاد عام تونس شغله شكل من السلطه بمفهومها الشامل، يعني كان ناخذ مفهوم فوكو للسلطه ولا بولونزاس ولا غيره. دونك اللي يمشي معناها رولو كومبريسور هكا ساعات يحبوا يرجعوا. واخي بحاجه في السلطه هي وانه انسان يكون في مركز وي انا انسان في مركز الاهتمامات نتاع العباد، وبعد يلقى روحه بين عشيه وضحاها، حتى حد ما عاد يكلمه والتليفون ما عادش ينوخذ والمعايدات ما عادش والكلام ما عادش. دونك يحاول بشير حمادي جبالي انا نرى اللي قالوا اكثر منه ان بوتاي على مير اس او اس منه وظيفه هيمنيه. اليوم ولده يتسمى ولده نجم نقولوا اللي هو زياد العبادي هو اللي شادد. وحمادي جبالي كان عنده اتو هو من جهه ساحل وسوسه، لكن هذا من مسكن معناها قلب الساحل التاريخي معناها. دونك معناها لانه الغنوشي بينت التجربه هنا في قيادات النهضه الصراع معها صعب جدا.
كي شوف هاو الهاروني عبد اللطيف المكي وجماعة عبد الحميد الجلاسي معناها اي معناها ما هاو رجل تنظيم عبد الحميد الجلاسي وواحد صعب جدا لانه هو من القيادات معناها القديمه اللي يعرف كيفاش يقود هو الحركه هذه تربيت على يديه وبالتالي يعرف مداخلها ومخارجها. وحمد الجبيري نذكر انا مره عمل نقد ذاتي وحب يبوس الرجل الغنوشي يا اخي قال له مستنى جاب له التلفزه وعداه في التلفزه يبوس فيه ملاسم انا كب عليه دونك بالنسبه لي ثم مرجعيات لانه على فكره هو الحركة الاسلام السياسي ما يسمى بالاسلام السياسي اللي دخلت بعض المفاهيم اللي كانت موجوده كان عند الشيعه مثال ولايه فقيه نعم. يعني يلقاها في المرشد الاعلى في القائد العام في حاجات كي هكا وبالتالي المرجعيه خلقوها.